انا نحبكم بزاف. اول اميغوس انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون شيء كتير سبيشل. زي ما شايفيني انه انا بهذا اللباس ليش ولا شو راح تعرفوا كيفوا معنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم هذا الفيديو بليز حطوا له لايك واشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر, ولا تنسوا كمان انكم تفعلوا هون الجرس عشان دايما يوصلكم نوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد. اذا انتم حبيتوني من اول نظرة مش عيب ومش حرام كمان انكم تتابعوني على بقية مواقع التواصل الاجتماعي, راح خليلكم كل اللينكس تحت. وهلا يلا نبلش باول شيء الميك اب. انا كيف صنعت هذا اللوك وليش انا اصلا صنعت هذا اللوك وشو هذا الشيء اللي انا لبسته حاليا, لانه اليوم انا راح اصير جزائريه ليوم كامل. شو جايز, هذا هو الشيء بدون مكياج. اول شيء راح استعمله هو هاي الفونديشن من لوريال, رقمه تقريبا 120 تقريبا هيك لو بتذكر. هي الفكره, قبلها انا حاطه كريم ايزغاتونت وبرايمر. حالي بهالشكل صايرة كأني زومبي. حسوي هلا حواجبي بهذا البرودكت من ميبلين. وجايز لنوه على شغلة انه الجزائريات والمغاربيات بشكل عام ما بنحب كتير المكياج, ويعني ما بنستعمل كتير مكياج. يعني مكياجنا بيكون من نوع الخفيف, يعني نستعمل ميك اب اوكي بس بيكون خفيف نوعا ما. ما بعرف ليش حواجبي اجوا هيك بس هذا الشيء اللي قدرت عليه. هلا عنا هاي الباليت من تو فيسز ولسه مش عارفه شو رح اسوي اصلا, ما بعرفش احط ميك اب. ليك عم اقول لكم انه انا ماني ميك اب ارتست. حبيت الفينك, بدي اغمقه اكثر فرح احط من هذا اللون. ما بعرف اذا كان مبين او لا بس هو ده البينك الخفيف, حبيته بصراحة. هون الشكل عندي بيجنن. هلا بيت إذا رح ناخذ هذا اللون من باليت ويبو, حطه هون على كسرة العين زي هيك. سيبوسا. يجي وقت الكونتور. زي ما شفتوني انه انا في بداية الفيديو كنت لابسة لباس القبيلي اللي هو اللباس التقليدي للامازيغيات في منطقة القبيل. انا حاطة ليش عدسات؟ لانه ملامح الامازيغيات في منطقة القبيل او القبيليات بشكل عام بيكون شعرهم اشقر وعينهم خضر او زرق, فهذا هو الجمال المميز لإلهم. كمان انه ملامحهم بتكون هيك بوانتي حادة شوي. She's not my case. فلهيك رح استعمل باليت ويبو كونتور عشان احدد منهم وامشي. Let's start baby. So عندي هون باليت اسمها لافلي اللي هي من براند تونسية. رح اختار من هذا اللون البرونزي ورح اسويه من هون, يعني كأني عم ثبت الكونتورينج. دي هلا لماي فيفورت بارت اللي هي الهايلايتر. استخدم هذا الهايلايتر من سيفورا, وهي هون فرشة الهايلايت. هلا بنيجي للكونسيلر, وانا بستعمل دايما كونسيلر ميبلين فيت مي. في عندي هون شوي هالات سوداء, انا احاول ان اصلحها ما يمكن اصلحه. اخترت اصلا جايز البينك من فوق لانه دايما لباس تقليدي الامازيغي يكون سو كالرفول, فحبيت انه هيك بعطيه حياة اكثر. وهيك خاصة انه العدسات, هذا اللون من العدسات بتضبط مع البينك. So I'm so proud of this look by the way. ميرا بتحاول البلاش. او بيب رجعت لكم بعد ما سويت الايلاينر, لانه انا ابدا ماني الحدا اللي ممكن انتم تتعلموا منه الايلاينر. الامازيغيات جمالهم زي الغجريات, فلهيك حطيت شوية كحل من تحت بلكي ابين غجرية شوي. وهلا رح اخذ هذا عشان اكسر به شو بيسموهم هاي الشفرة رموش. هلا رح استعمل الماسكارا من إفغوشي. على فكرة أنا من النوع اللي لما بسوي ماسكارا ما بفتح هيك فمي هيك, لا مسكرة. مواهب أو مو مواهب يا بيبي. سو جايز هذا هو اللوك النهائي, وهلا حضروا حالكم رح البس هلا اللباس التقليدي الجزائري. يا لا
عم غريت سلد الفرنوس إذا زقالي الزيزين ميسة حبير القوز وسانو قارس الزين عم غريت سلد الفرنوس إذا زقالي الزيزين ميسة حبير القوز وسانو قارس الزين سيد فيروز التعث السالتي جبادين ألش الزندي ثمغر أسن تصغر في قديمين سليت الفيروز الطاط السالايتي جبادين أرش الزندي ثمغر أسن تصغر في قديمين So guys, هلا بعد اللقطة الرومانسية اللي شفتوها في اللباس هلا رح تعلمني رفيقتي انه انا بحكي شوي هيك جزائري. هلا انه مثلا بدي اسأل على حدا انه كيفك شو اخبارك هيك اول شي بتحكوا رغم انه انا بعرف بس معلش بدي اسمع منك. صابي وشرك صابا وشراكي صابا وشراكي صابا وشراكي صابا وشراكي صابا لبس عليك صابا الحمد لله انتي صابا والله صابا انا بدي هيك اشتري غرض شيء من عند شخص بدي هيك يخفض لي فيه في التسعير كيف فيني هيك باللهجه هيك الجزائريه بقدر هيك بخليه يخفض لي خاصه انه انا هيك حاطه ميك اب وما بعرف ايش بقدر ما بقدر شحال تقدر تنقص لي في السومه شحال تقدروا تنقصوني في السومه اوكي لما يقولوا هيك الجزائريين هيك لما بسمعهم بيقولوا السلام عليكم خاوتي ما يقولوش كم زينا احنا مثلا اخواني او لايك خاوتي لا في لايك نبرة عالية شوي السلام عليكم خاوتي اها كيراكم صافا عاصمة وشراكم اها في الغرب كيراكم اه داكور وشراكم كيراكم في الصحراء شحوالكم في الصحراء زينا احنا تقريبا في من مدينتي انا وليك انا بنقول شحوالكم بغيت نسقسيكم وشحال تحبوني سيكم هاد اللوك اللوك ديال اليوم عجبكم ستيل تاعي اليوم اها ستيل تاعي اليوم عجبكم او نو امدحوني تحت في التعليق كذبوا علي عادي ما عندي مشكله جملة مثلا بتميز بس الجزائر مثلا احنا عنا في لهجتنا بيقولوا شبيه اللوز منبوز اوكي بمعنى انه ليش هيك القمر زعلان it's like something like that هكا هيك فازة او جملة هيك بتضحك بتكون يعني تتحوس تضحك هكا تنسنس لايك تتجسس احنا في زي نقول تقرعج تقرعج بطلوا متقرعيش عجبتني الكلمة تقرعيش انا كان نبغيكم بزاف 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 وباش نطلق نحبكم اوكي ما تقولوش نبغيكم اوكي في الغد اغلبية نحبكم انا نحبكم بزاف ونتلقاو في ساعة الخير ويا من عاش نشوفكم في الكوجينة لانه احنا رح نحضر اكلة جزائرية رح تكون هيك سويت فكرنا انه هيك نسوي هيك شغلة لايك عميقة زي الكسكس الجزائري او الطاجين الجزائري لكن للأسف شديد انه ما عنا المسخ المواد اللي ممكن نصنع فيها هاي الاكلة فلا هيك رح نسوي شيء حلو رح نسوي الشاي او التاي الجزائري مع كمان سويت البغرير يس البغرير سمعت عنه كتير هذا البغرير بس لأول مرة رح حاول اني انا بجربه وبسمع هاي الاكلة هو شبه البانكيك ايه صحيح شفتوا انه شبه البانكيك سو جايز يلا كلياتنا للمطبخ حاليا في المطبخ وراح نسوي هاي الطبخه براي فور مي ان شاء الله ما بحرق المطبخ اول شيء هو كاس من السميد ملعقه من السكر ملعقه كبيره من خميره الخبز ملعقه من الدقيق الابيض ونضع كاسا من الماء الدافي جايز خلصنا هلا التحدي وهي هي النتيجة النهائية هذا هو البغرير الجزائري اللي هو لايك تشبه شوي للبانكيك سو الضيوف اللي ورا الكواليس راح يدوقوها لانه انا ما فيني احكم انه معنا هي هون جزائري هي اللي راح تحكم عن الاكل هل هي اجت بالضبط زي الاكل الجزائرية او لا
ليت ستارت. خايفه شوي، مو حابه اتفشل بصراحه. رايك؟ بصدق بصدق والله تحفه بجد. عايزه انا كمان عايزه ادوق. تسلم ايدي. ثانك يو سو ماتش. انا عارفه قلبه على ايه؟ القطايف. حد عارف القطايف؟ قطايف قلب نفسها. الفطاير معناها قطايف رمضان اللي هي بتتحط جواها حاجات وتتقلي. ما عرفتش. حبيتها. سو جايز، هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. عن جد بتمنى انه هذا الفيديو انبسطتوا فيه هيك وتسليتوا وتعلمتوا شيء جديد. بدي بس اقول لرفقاتي او لاصدقائي اللي عم يشوفوني من الجزائر بلي انا نبغيكم بزاف 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 بزاف. الجزائر بالنسبة لنا هي عايشة هيك، والتموا اللي كتير انبسطنا بهي الغنية، كل العالم تعرف هي الغنية، اصلا هي الغنية صارت عالمية. كبرت معنا الاغاني الجزائريه زي اغاني الراي واغاني المزود، وحبينا اكثر هذا البلد. فاليوم انا الي الفخر انه انا عم بلبس اللباس التقليدي وعم بحاول انه انا اطبخ جزائري. بتمنى انه هذا الفيديو يكون فيديو تعريفي اكثر عن الجزائر، وبتعرفوا قديش انه هذا البلد بجنن وناسها بتجنن وعندهم تراث بجنن. وان شاء الله هي الجزائر راح تكون العوده، ما بعرف امتى بس اكيد ان شاء الله راح تكون العوده. بحبكم كتير كتير كتير، وبتمنى انكم تنشروا هذا الفيديو في كل مكان عشان العالم تتعرف اكتر على الثقافات العربية، وانشروا ثقافة الحب وين ما كنتوا. انا ميرا، ديروا بالكم حالكم واحلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هوا، بسليمة، باي. كيفاش النجم هكا نصوروا لقطات لي صوروا فيها البلوغ البلوغز نتاع البيوتي؟ خلاص انتي ياكي كي مع البروفيس يعني بالرسمي انا بس روحي نزلت. ولا تنسوا كمان انكم تفعلوا الجرس عشان دايما يوصلكم نوتيفيكيشن كامل. ما فهمتش بها واحده معايا رقي شيح وكان معايا طبق اليوم.